عتبة من قدماء اللاعبين، تنظن ما كاين لا صراعات لا والو، غير هو ما كاينش انسجام وما كاينش تواصل عام بشكل عام، يعني التواصل اللي كيكون مشترك فيه الجميع، كل كيعطي رأيه، كل كيدلو بالدلو ديالو فيما يخص الأفكار وفيما يخص الدور ديال جمعيات قدماء اللاعبين. دابا بغيتي تدوي على جمعيات قدماء اللاعبين، ماشي ولا حنا غنهضر، لا نهضروا عليهم ماشي مشكل، حنا هذوك اللعابة اللي لعبوا في الوداد راه كلهم لعبوا، كلهم عندهم الحق، واللي دوي قال شي حاجه كتعنيه، فهمتيني؟ ماشي بالضروره غتعنيني انا، لما كنتش انا متفق معاك في الاراء وما متفقش معاك في بزاف الحوايج، ماشي يعني انا كنكرهك ولا انني ما باغيكش ولا اني ضدك، انا ما ضد حتى واحد، انا كندوي، انا دائما ضد التسيير العشوائي، اللعابه ما تنهضرش عليهم سابقين، دبروا ريوسهم، اللي بغى يبغى يدوي يدوي، اللي شاف راسو كيدوي في المرحله اللي خصو يدوي فيها ما كيدويش فيها، ولا في المرحله ملي كدير بنادم كيطلع على الموجه، ولا كنبداو نديرو شي حوايج، انا ما بغيتش ندخلوا في هاد الصراعات، حيت الا جينا ندويو راه غندويو في شي امور اللي ربما ما غتعجبش بنادم، وبنادم اللي ما غتعجبوش، علاش ما غتعجبوش؟ غادي نقول لبنادم مثلا فين كنتي في الوقيته اللي كذا وكذا، ما كيتسمعش لك حس، كنتي مثلا ساكت، جات واحد المرحله عاد دويتي، عاد بنتي ركبتي على الموجه بغيتي دير، شوف حنا ما ندخلوش في الصراعات. جمعيه قدماء اللاعبين فيها واحد الناس، حيت نقدر مثلا تقول لعبتي في الوداد ولكن هذوك لعبوا في الوداد، سيتادير صوتهم كيغلب صوتك، فبالتالي هما تيدوا على جمعيه ديال الوداد الرياضي، انت بما انك ما كاينش معاهم ما نظمش معاهم، انت بشكل تلقائي فراه انت من جمعيه قدماء اللاعب، ولكن تقدر تكون ذاك الاب العاق اللي مثلا ما كيمشيش مع ديك التماشيات، وعنده ما تيمشيش بديك الطريق، عنده توجه ديالو بوحدو، عنده صراحه، وقدر هما ناس نقولوا مثلا وصلوا لواحد اللاج، تيبغوش المشاكل، تيقول لك ودي انتقاد لكان بطريقه اخرى، حنا بكذا، شغل لكم يحترم على الراس والعين، فهمتيني؟ ولكن عام ما نمسوش. مثلا انا شفت الخرجه ديال او البلاغ ديال القدماء اللاعبين يسري على الجميع، حتى انا براسي نحترم قرار علاش راه في ناس كبر مني، غير الا ذكرنا فيه بن عبيشه، وذكرنا فيه مثلا العربيه حردان، وذكرنا فيه مجاهد، حبس فراني اللي واخا نكون انا على الصح غنقول ما غنقدرش نتبجح ونبدا نترطى، لا حيت هذوك الناس كبر منك وناس قالوا هذاك الشيء، ربما توجه عارفينه هما، وتعودنا الاحترام بعدا، ما يمكنش غنقول شي كلام ضدهم باش لا خلي ملك افتقار، رغم انه يقدروا يقولوا هما في البلاغ ديالهم يقدروا يمسوك مثلا، ولا يمسو مثلا شي شخص قال شي حاجه، حنا راه متبرئين من ما كنتبرئوش من بعضياتنا، حنا راه ولاد الوداد كاملين، راه كلشي ولاد الوداد، وانتم لعبتوا في الوداد قبل منا، وعلى راسنا وكنتوا واحد الوقيته كنتوا مثال ديالنا، وكنتوا قدوه ديالنا، كنحترموكم، وانتم حببوك بطبيعه الحال، راه هما لعبوا قبل منا، حبونا في هذيك الوداد، وهما لعبوا تا هما لعبوا في واحد الوقت تا هما ما كان لا فلوس لا والو، كل واحد مخلي اللمسه ديالو. اما انا غادي نجبد لك مثلا صحيته، ونجبد لك مثلا مجاهد، ونجبد لك صابر، والعربيه حرضان، ونجبد لك بن عبيشه، ونجبد لك فاضيل، ونجبد لك، اسمح لي، راه انا قليل الاصل الا بديت غنطعن في هاد الناس، فهو لو تكون لاعب معاه كاع ويضربك خاصك تحضر راسك، راه بحال باك بحال خوك الكبير. اذا هذا ميساج هذوك الاخوان ديالنا الكبار والاباء ديالنا الا بغينا نقولهم، ولكن في نفس الوقت يجب بعض المرات المراعاه للمصلحه العامه وليست المصلحه، حيت دابا هادشي كيخلق تفريقه. مثلا غادي يجي يقول لك حنا مثلا نتبرأ من مثلا من الخرجه ديال العلم ديالنا تبرأ، اي حق يعطيك باش انت تتبرأ، انا غنقول لك انا اتبرأ منك، وحنا نولينا في الصراعات، الصراعات اللي ما بغيناش، حنا تنقولوا ايد في ايد من اجل مصلحه الوداد، وانا عبد الله اعوذ بالله من قولت انا راه يعطيني شي واحد قلت شي كلمه كذوب، راه غير هو تيقول لك قاص حسن من الكذاب، وملي كتدوي ديريكت وما تيعرفوني كاينه كاينه ما كايناش ما كايناش، اذا لا داعي، لانه بحال هاد انا تنشوف البلاغ ديالهم ديال الجمعيات القدامى على راسي وعيني، اقسم بالله ما نطعن فيه ولا نقول عادي، بحال تلاقى معايا بن عبيشه وصبني، وراه بن عبيشه لعب معايا ويدوي معايا كنحضر فيه راسي، كواريد بصح نحترمه، يدوي معايا مجيد راه كان مؤطر ديالنا صحيته، ويدوي معايا مجاهد راه تترينا بينا في ليسبوار، وعطى الوداد اللي ما عطيناش حتى الربع ديالو حنا، مثلا صابر لعب العربية حرضة، عيب مثلا هذاك تشوفه راك اقسم بالله تنبوس لي يدو، كنحترمه بحال بواتنا، ولكن غير ديك التبرئه كنتبرئوا من اي، لا حنا راه كنا ولاد الوداد، راه ممكن انا عندي راي ديالي مخالف لك، اذا علاش غتبغي تفرض عليا مثلا انا نمشي معك في التوجه، ما مشيتش معك دوي
بما ان احنا جمعيه قدماء اللاعبين كنقولوا احنا غادي في التوجه، وحنا غادي تحمل مسؤوليه التصريح ديالك. راه حنا مثلا عبد ربي الا دويت مثلا قلت شي حاجه، راه الا رجعنا للحق والواقع وبغينا نناقش الامور راه كلام على صواب والدليل راه معروف. اذا لا داعي هنا السي ابراهيم الودادي السي العلالي علاش ما هضرتوش على هذا الشيء قبل ما توقع الكارثه؟ خمس سنين وانا تنهضر، خمس سنين ولا ست سنين وانا تنهضر على هذا الشيء قبل، واللي يجي يكذبني خمس سنين وست سنين، فلا داعي نجبدوا هذه المواضيع لانه الامور غدا مزيان. التحام العائله مع بعضهم البعض، ديروا ايد في ايد، خليوا الخلافات، كنهضروا على الجمهور قال لك اودي نخليو الخلافات ونديروا في يدنا، فهذا كيزل البلاغ. نتبرأ، ما عندكش الحق تبرأ مني، راه ما عمر الاب كينكر ولده، وراه كاين اللي عندك ولدك دريويش وعندك ولدك تيقولها في وجهك، ما تيقولك لا الواليد راك هذاك الصاير اللي كتعطينا ما قادش، والواليده تبقى تفقص فيها سالينا. اما باش تجي تقول لي تبرأ منه، راه حتى والده تبرأ منه، كي درتي لا هذه لا اعتبرنا رؤوسنا عائله. اذا لابد كان بامكان ان تكون بصيغه اخرى اكثر ليونه. ما متفقينش، انا ما متفقش، ما عجبتنيش، ولاني انا لا هما يقول لك حنا ما متفقينش مع داك الشيء اللي يقولوا اللي قالوا انا اعلن وصار، ويقولوا اللي قالوا كنعتبر ما دوك اباء ديالي وخوتي لعبوا كبر مني، كنحترم القرار ديالهم، ولكن في نفس الوقت يجيبوا لي مثلا كلمه ما كايناش قلتها، ما كاينش، فهمتيني لا؟ بلا ما ندخلوا في التفاصيل، فلهذا يجب ان نقف صفا واحدا واليد في يد من اجل مصلحه فريق الوداد الرياضي. هذه المرحله طويت، جاية مرحلة جديدة اللي هي خصنا نغوتوا فيها كاملين، ماشي نغوتوا، واللي خصنا نلوحوا ميساجات الناس، هاد المسؤولين اللي غيجيو، انه تكون الهيكلة، وان تكون الشفافية والوضوح، وان اعطاء القيمة تقدر تكون بهدوء، يعني تكون بطبيعة الحال، لان بحال واحد اللي جاي باغي يدخل على مثلا فرقة ولا باغي يشد الوداد دابا، نخرجوا من هذوك تصفية الحسابات الشخصية. لا لا شوف، اللي باغي الشخصيات يمشي يمشي، هذاك انا اعتبره انسان حاقود. انت عارف كاع الدراري اللي لعبوا معايا راه كيعرفوا كاملين، ملي كندوي على واحد الحاجه كندوي نتكلم على واحد الموضوع ديالنا عائلي بيناتنا، وقلت مرارا وتكرارا، نقول لك انا يجي مثلا نعطيك اكزومبل ديال اللعاب، يجي مثلا صحيته ولا بن عبيشه ويقول لي ويفضني ولا يضربني كاع ولا شي حاجه، غنحتارمو، راه كبر مني ولعب قبل مني، صنع التاريخ قبل ما ندخل انا للوداد، فلذا كنت انا هنا فين تعاتبني تبرأ مني، يقول علاش ما احترمش واحد قد با ولا واحد ما احترم خوه كبر منه ولعب قبل منه ما احترم، هذه انا اعتبرها قله الحياه في المجال الرياضي هي هذه. اما شي حاجه راي كل واحد اللي عنده رايه، ولكن بما اننا احنا مع هذا الطرح، ولهذا ارجو من بقيه اللاعبين كذا خروج ديالهم اعلامي ان يكونوا اكثر ليونه وان يصطفوا معنا في صف واحد، الا وهو مصلحه الوداد، رغم اننا كلنا نصطف في مصلحه الوداد الا بصيغ مختلفه بالطرق. كاين اللي غادي توصلوا لتوافق، راه واصلين ديجا، ما عنديش مشكل انا. قلت لك انا الاختلاف رحمه. اصلا انا كاع مثلا غنشد، يمكن نكتب رساله لصابر مثلا رئيس الجمعيه نقول له انا لاش قلت ولا عادي سالينا. لا فهمتك انا. القرار اللي قال على راسنا وعينينا. انت شوف انا كنعرفك انك كتكون مندافع مثلا في التصريحات ديالك، ولكن كتقبل انتقادات. جاك انتقاد الاول من البلاغ ديال وين قلتي لي خالد؟ لا ماشي بلاتي البلاغ اللي انا شوف انا كنتواصل مع الدراري. البلاغ راه ما تقالش على اللي كيدوي في قناه في مواقع التواصل الاجتماعي، فرق راه في البلاغ ما تقالش قناه، في مواقع التواصل الاجتماعي باش تكون واضح، راه الفرق الميساج راه واضح. وقلت لي نفرض لو ان الترا الوينرز مثلا قالوا لي عناوني انا رضوان ان خرجتك ايوا اللاعب المشاكس انه ماشي في محله وفي هذا، غادي نغير، لان لا تتماشى مع مصلحه الفريق. ولكن انا تنقول واحد الكلام بقلب صافي وبنيه صادقه، تنقوله من اجل مصلحه فريقي. شحال من مره ملي كنت كنتقد مثلا سي سعيد، الله يفاجئ عليه والله يفرج عليه، مثلا ملي كنت كنقولها شحال من مره كنت كننتقده، عمرني خدمت 9 سنين هو في الوداد، ديك كيبقاو يغلط لا راه غيدوي باش تخدم، راه كل واحد لعب في الوداد عنده الحق يخدم في الوداد، ماشي انت غادي دير كومونتير تسبو ولا شي حاجه وتقول له ان انت ما تستحقش، راه ربما راه ربما الحكمه غتوجدها في ذاك الانسان انت اللي ما كنتيش متوقعها فيه. فلهذا ما خصناش نبقاو نحكموا على ولاد الوداد بشي حوايج، ما نبقاوش نربطوا دائما اي واحد كيخرج بالراي ديالو انه راه باغي يخدم. مثلا نعطيك انا مثال، مثلا انا يتهز تليفون من عند صابر سير دو الله يرضي عليك ما محتاجينش الطريقه بالدلاله لانه الفريق محتاج كذا وكذا، مزيانه مزيانه
غلوح بالغ وندي شنو ركبت على الموجه مصلحه الوداد. لو انا كانسان مش حاقود راه غندوي وغنقول اش واش عندي كاع ما غنقول واش غادي شنو الرباح من مورا. واش شي واحد عنده ما يقول على باه ولا على خو كبر منه راه هي هذه. الا كنا كنقولوا عائله راه هي هذه. انا مشيت بهذا التوجه ديال ان احنا عائله. ولا قالوا شي حاجه خوتي كبر مني يقدروا هما مجموعه يشوفوا اللي ما شتاش انا واحد ممكن معاهم الحق ولا غلطوا. انا نقول معاهم الحق نقراو بعض التعارف.